كيف كنت بابا؟ اليوم انا تحت الجديد ولا تلايك شير سبسكرايب. خلونا بلش اليوم. بدنا نضلنا باللون الاحمر بروبلوكس ببروبلوكس لانه يعني تفصيليا يا سم الماينكرافت شوية يعني لانه فيها كل ماينكرافت. هصور فيديو ما هو هصور فيديو لانه ليه سجلت صوت هصور فيديو هلا. كيف بدي الشبابي اغير هلا بدنا نفوت هذا الماب. الماب هذا الماب اللي شايفينه هذا لازم نفوت له اذا ما حدا بيعرف لانه هذا هو الماب. ليه هلا بنفوت بنبلش على الماب. تمام ماب هاي هاي هنا اول شيء انا شفتي مو حمراء ليش لازم نعملها باللون الاحمر. انا ليه بدي غير شخصيتي انا هنا شرطي. لا انا متر ادم لا انا مو شرطي نسيت هذا الشرطي الذهبي. يلا يلا هاي لازم على اسي طيب جارة حمرة مقبولة بس انا هلا بدي اول شيء غير اوعي انه انا حرامي. هلا لهيك اول شيء بدنا نروح عند وش هو ما بيكون فيه احمر لهيك هذا اللي فيه احمر لك 2x شفتوا الاكس والوش غليبة شري. واول شيء نلاقي لبس احمر ليكو اول لبس احمر بنطلون. خلينا ندور وشو هدول يبي والله ما بعرف شو هذا احمر يتأكد فكرت احمر يا شباب ما فكرت انا احمر لبس ناروتو. بكره بدنا ناخذ البرتقالي ونلبس لبس ناروتو. يلا يا شباب والله شو هذا اها بلشنا عن هدول هيك ما لقيت غيره اسود الاحمر والله ما لقيت غيره باب. شوفوا طبعا بابا المهم بس انا بدي اياها حمراء وين حمراء 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 اي حمراء. شفتوا شخصيتي هي شخصيتي. اول شيء لازم شعري يكون احمر بس خليه كتير حلو. لا والله لازم يكون احمر هي. لا شو هذا شو هذا الشحر خلاص حطاد وطاد. ما بقدر هو يا شباب ما لقيت. هلا نروح لهون نلاقي اي شيء احمر 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 على الاخر. ندور يا شباب نلاقي لنا احمر هذا ولا الحمر لهذا الفيديو. ها هذا هاي 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 بالله بالله يا بالله بس هاي مو حمرة كلها لازم تكون كلها حمرة. ايوه هذا الكيس كيس باب المين. وعم دور هلا عزي الباب بالوين او شي. شوف هذا احمر لا هذا اخضر. خلينا ندور على احمر بلافزات حمري حم احمر لازم ناخذ بس اليوم اللون الاحمر. خلصنا شفت الشخصية والله فهم كان نسيت هذا الشيء هذا الدبدوب. اي مو
انا شخصيت هاي والله جبته والله حلوه. تبون القناه 100% او اذا ما عجبتكم يلا هلا بنجيب سياره حمراء اهدر ها احمر ما اهريوم لك هذا كيفي بيسمع صوت عدد اي لك شو هذا هذا ما صار له ساعة بيمشي قدامي وانا عم بعمل شخصية يلا خلص هي بهي اخر مرة يلا هاي اخر بيت هذا اول بيت بليز ما حدا يجي ياخده جيا يلا روح في البيت بدي لون احمر لا خلاص بنلونه هذا كثير انا بحبه والله بحبه يلا يلا افتح افتح ولا انا بدويت هي بعد 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 يا عمو بعد بعد هذا بيتي اها بدك موتيري ما في روح شو هذا هلا شو هذا هلا ما بعرف عم طلع خليني هلا صف موتيري اوه شو بدك والله ما حطك يا وين هذا يس خليك تروح مع حصان والله حلو شو انت وين بس اترك لي هذا موتير والله بدي اتفتل فيه شو رايك لا خلاص روح اما انا اسف انا اسف خلاص روح انا اسف سوري ايه خلينا هلا نلون البيت باللون الاحمر مو مبين خليني نكمل لا يا مهلا بالاحمر شوفوا لك هديتي الاحمر هاي هديتي وهي هديت اخري وهي هديت اخري شوف السندر والله فخم هذا البيت فخم لك هديت الثاني فوق لك والله شو هذا البيت الحلو انا وين شو هذا صف في البيت ازرق ما مقبول بس خلص ما بس يلا شو خلينا نستكشف البيت سك وسكر باب هلا قفلت كل شيء هلا ما في هداك يجي لعندي ويسرق لي شيء بعد تجوب الكمبيوتر الله والله حلو خلينا نشوف غرفة النوم وين فوق هي لولا اشوفها غرفة النوم هي اول في بيضة والله شو هذا لما يكونوا الدخول حمر والله غرفة هون كل شي ابيض والله ما بفهم اوكي هون يه هون مصنع ما يعني لانه مصنع ما في لون لانه ما في لون لانه مصنع يا شباب شو بدنا نعمل يا خلونا نطلع اي اوكي يا شباب جوا البيت يا هلا افتح سكر اقفل خلونا نجول شويه بالمدينه على بدنا نشتري غراض شو رايكم نشتري غراض بناكل وهيك
اذا ما فيكم تفوتوا على البيت تبعي، فانت ما فيهم العالم يفوتوا على بيتي، هذا سري. وكمان هو كم مقفول، هو مقفول يعني ما فيهم يفوتوا. سوري كناي عم صور فيديو على اللون بس الزهري والله. خلونا نروح هذا الزيني الاحمر، بس احنا بدنا نشتري غراض. اول شي بنروح هوني، ما بدي اكل، هاشتري هذا الشب. وين المحاسب؟ والله ما بعرف وين. والله كولا على اللون الاحمر، كمان شي باللون الاحمر، تفاحة حمراء كمان لونها احمر هي. هذول منجيب سلة سيأكلك. لازم من جديد. ايم لازم نجيب هاي عرباية، كمان ايدها حمراء، حطيتها هون. يلا نروح الكولا، جيب كولا. قولي فرح هذا لوني، والله كل شيء على لوني. شغلونا هلا نجيب تفاح حمراء وخلص نروح على البيت. شفتوا حدا عم رايح بالموتور ما رباي؟ والله لو كان في طبوم كنت حطيته، والله كنت حطيته. طلع هلا بيروح، قول لي ماني كرشي، قول لي وماني. لا بطلع اكل، بجامل خلينا نجيبهم من هون. شو رايكم؟ وين بتصير ببلاش؟ خلينا هلا نجيب شيبس احمر. اوه ورد احمر جيب. كمان في كتير الوان حمراء هاي الشيبس. وين التفاحة؟ هاي كولا. وين التفاحة عليك. لا لازم ايم الورود. يلا ها، هاي جبت الاغراض اللي بنحتاجها. طبعا خليني صف موتيري. اوهو يلا هذا ما بيتقفل، ما بيتقفل. خليني افتح. اخذ قيلولة صغيرة. وينهم انا بتبع الصغار تبع الكبار. قيلولة هلا فيت جنبي. شوفي شو رايكم جرب العادة؟ والله شو الدرجة كل يوم يطلع. والله هذا شو هذا الفيديو؟ بدي شوف اخبار، شوف اخبار. انا بدي اشرب كولا. لا اي شو هذا؟ رجع فكرت هذا صار شي فيه. يلا خليني اكل شيبس. شو هذا؟ خليني عود. شو باك انت؟ يلا خلينا نشوف ما اخباري.
خليني اشوف شو هذا، حرامي للعالم هذا، والله مو مصدق، والله بكون قبض عليه الشرطة، قبض عليه. لا بدي اشوف هنا. تعليم للتمرين مالتي. بدي اخبار، الشرطي قبض عليه وقت سرق سيارة، شفتوا؟ ليكو ليكو، في حريقة بيت، هذا لا اخبار من غير مدينة تصدقوا، وقت انفجر السيارة، فجر سيارة. هذول أغنياء، والله لبابا أنا أكون هيك. يلا خلونا نشوف. بيت أحمر، والله مثل بيتي. يلا لازم نروح هلا على المزرعة شوية، سكر الشاشة قبل ما بتروح. روح روح روح، يلا يلا يا سفر الليل ليه بس مو المطر، يلا يلا يا حلو، يلا نروح يلا المزرعة، هي فيها مطرح، بدي اتصور صورة بس تلفون مو احمر، خليني اكل هاي التفاحة من ضمن هاي، خلصت لا بجي بس تلفون مو احمر، خلاص ما بس شو هذا تلفون شرطة، لازم تلفون حقيقي، بس هو مو احمر، بس خلاص ما بس عجيب. شو ما بدك، شو بدك مني؟ لا انا اليوم هلا برايح على مشوار، ما بدي احكي معك، خلونا اوه اوه اوه، والله الزهرة سريعة. الو الو، شو هذول؟ هذول عربيين، والله عربيين، والله ما بصدق، ما بعرف شلون. اوكي شو هذا؟ هذا شرير، انا شرير شي، فكرت انا لسه ما بعرف مين. نشوف هذا، هاي مين عم تكتب على مين؟ والله ما بعرف، هي او هذيك اللي قدامها، والله ما بعرف، وهذيك اللي كانت الكبيرة عندهم. يلا خلونا هلا نروح، أول شي بدي أروح آكل زعت، هو بس شي أحمر لأنه ما في موظفين، والله ما في، ما في غير عصيرات، والله هدول شي أحمر، كولا عندي، كيكة في إيدي. والله خلونا خلونا نطلع، ما في شي، فكرت انترى. يلا خلونا نروح المزرعة شوية، شوف الحيوانات مالهم، طعميهم. لا بسرعة بسرعة بسرعة، يب يمي، بعده عن الطريق، ما كنت شايفين السيارات جاية وجاية وجاية، يعني بعده عن الطريق، بعد ها ياهو، شفتوا شو كبير. يلا لا نروح المزرعة، والله شفته، وشو هذا؟ بس ما مزرعة،
لك انا بالضوء، لك 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 هذا اللي بدي اياه، هذا اللي بدي اياه. شفتوه هاي لقيتونه، ورا لك وين بس المزارع؟ والله ما بعرف شو هاي المدينة، والله كلها حمرا بس كمان، والله كلها أحمر أحمر. شوف هذا السرح أحمر، هون هي حمرا وهون ضو أحمر، والله ما بعرف شو عم يصير. شوفوا هذا كمان أحمر، والله ما بعرف. والمستشفى شو هذا اللي صاير؟ شوف بس أنا حسيت لأنه في واحد عم يأشرنا إنه في هناك مطرح. سوري شو هذا الكسرة؟ خلونا نشوف نكتشف. ليز ليز بدي اطلع كأني سبايدر مان. شوفوا يلا خلونا نشوف شو هذا. اوف بيبي ما في احمر، شلون ما في احمر؟ زومبي لك والله، زومبي هجم على المدينة بس الشرطة هجم عليهم والله. قاتلوني والله. شو هذا؟ شو هذا الشي؟ هذا بروفيسور شرير، حسيت بروفيسور شرير. والله هذا ما لا لا هذا بروفيسور شرير، قبض عليه صار بالسجن. سلام فكرت انا صفيته هناك. يلا خلونا نروح. شو رايكم؟ وقف لكم هون. بتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب.